نتائج مستخلصة من استطلاع أصداء بيرسون مارستلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي. الأغلبية الساحقة من الشباب العربي ينبذون تنظيم داعش ويتوقعون إخفاقه في إقامة دولة إسلامية. للعام الثاني على التوالي يعتبر الشباب العربي أن ظهور تنظيم داعش هو العقبة الأكبر التي تواجه منطقة الشرق الأوسط. نحو 4 من أصل كل 5 أشخاص يعتقدون بأن تنظيم داعش سيخفق في إقامة دولة إسلامية. الافتقار إلى الوظائف يعتبر السبب الأول لتشجيع الشباب على الانضمام إلى صفوف تنظيم داعش، رغم أن 1 من أصل 4 شبان لا يفهمون سبب انضمام أي شخص إلى هذا التنظيم.